وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا متعنا بالقرب منك، وبارك في محبتك إيانا، وعلمنا كيف نشكرك على مننك، وكيف نخاف غضبك. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. ورحمة. ما زلنا في مقاربة لبعض آيات من سورة الذاريات. نأخذ قال: فما خطبكم أيها المرسلون. سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد ما تمت الأمور كما سبق القول القرآني، جاء عرف سيدنا إبراهيم اللي ما حاجة قرآنية. شوف الأنبياء عليهم السلام يسون بيرسبيكاس، يعني عندهم نفاذ الرؤية، يسون عندهم سجاسيتي معناها ممتازة، يعني كل شيء واضح عندهم وما تتبعوهمش. ليش ما تتبعوهمش؟ ناقصين حاجة؟ ما يعرفش ربي أين يضع رسالاته؟ تكبرين محمد عليه السلام يشرب ويعرف من في الأرض ومن في السماء، يشرب ويعرف، ويكفي أن نكون أحنا على خطاه وإحنا من نحن والحمد لله من أهل القرآن. ما يكفيكمش هذا اللي محمد مش كما تتصورين أنتم محمد عليه السلام، اللي هذا يفر من انتساب محمد أو اسم عبد الله اسمه أحمد واسمه محمود، ولكن حقيقتك عكس ذلك. من تعبوت رسلوه محمد يشرب ويعرف، وربي رفعه منزلة أرفع المنازل. موتوا بأيديكم، محمد ما يهونش، وأهله الذين اتبعوا من أول لحظة إلى آخر لحظات الدنيا هاكم أهله، أم أنتم لستم بأهله؟ أنتم نافقتم وكفرتم وتجبرتم وأفسدتم وزاد السلو دي كوريتور براسكم وزاد لي فو مسلمون. قال: ما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: باهي شنيا المهمة اللي جيتوا ليها؟ كان لي فوتر ميسيون، كان لي لوبجي دو فوتر فيلو دو فوتر ديسون، ثم حاجة. لكن المرارية موش مش تفرح سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته عليه السلام، أنا مش يخاف سيدنا إبراهيم عليه السلام. علاش ما خفتوش انتم؟ زعما المملكة قطعت النزول والصعود ولا قاعدين شديلكم؟ صحيح قولوا بالعامية شديلكم جول، يراقبوا فيكم مراقبة أقوى من المراقبة العلمية اللي تصوروا انتم مالها في مخيلتكم. يا مخيلتكم مريضة في قلوبكم مرض. سيد الملائكة قاعد يوميا على اليمين وعلى الشمال ابكيوا على حالكم، أما نحن قرينان يصليوا لنا يدعوا الرحمن ويزيدنا وئام فيما بيننا كبشر، وئام بيننا وبين الإنس والجن، وئام بيننا وبين الملائكة الكرام عليهم السلام. أنا من جملة الدعاء لأجي أقول: اللهم بلغ سلامنا عطرا كاملا جميلا إلى إخواننا الملائكة الكرام. يا سيدي أو السيفة عندكم منها حاجة أنتم؟ أنتم في بلاد تام بربي باش تقابلوا وجه ربي كما تبدون. أنتم إسحاق إسحاق وأرض الإسحاق وأنتم، ما دمتم تحت سلطان إبليس فأنتم في أسفل سفينة. نسأل رب العالمين الهادي بعضكم اللي بدا يفيق اللي لا فايدة في الاستمرار في البهتان وعدم قراءة القرآن وعدم التبرك بآياته الكريمة وعدم مقاربة أسراره العظيمة. والسلام على من اتبع الهدى.